السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع موشن من المواقع القوية اللي بقدر من خلال أعمل فيديوهات بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومن غير ما أبذل جهد، يعني هو بيوفر لي خطوات إن أنا أستعين بكذا موقع. زي ما نشوف مع بعض دلوقتي، يعني المفروض إن أنا بخلي موقع يعمل لي سيناريو، لا هو بيعمل لي سيناريو. في موقع يعمل لي صور ثابتة، لا هو هنا برضو بيعمل لي صور ثابتة. في واحد بيخلي صور تتحرك، ده بيخليها تتحرك. في موقع ممكن يعمل لي مثلا وصف للفيديو والهاشتاجات اللي المفروض أستخدمها، لا هو بيعمل لي برضو الخطوة دي. طيب الموقع بيديك نسخة مجانية وبعد كده بأول ما بتخلص خلاص. طيب أنا بالنسبة لي بستخدم النسخة المجانية، لكن أنا عملت حاجة اللي هي invite a friend، بعت الرابط ده أو حطيته على الفيديوهات فناس اشتركت فبدأ يديني نقاط زيادة، فعشان كده قدرت أعمل فيديوهات كتيرة. تمام، دي الفري بلان اهيت invite a friend، اديت الرابط بيديني 100 كريدت، ففي ناس اشتركوا بقى معايا دلوقتي 17000 نقطة من 200. طيب فكرة الموقع ببساطة ان انا باجي هنا واديله التكست. الجميل بقى تعالوا نشوف الاختيارات اللي هنا. اول حاجة الريشيو، العرض والطول هيبقى النسبة بينهم قد ايه. هنا بقى الجميل قوي ان هو ضاف اللغة العربية، الاول كان انجليزي ولغة كمان مش عارف الصيني او الياباني، دلوقتي بقى ضاف لغات كتيرة جدا من ضمنها اللغة العربية. فتقدر تعمل فيديو باللغة العربية زي ما انت عايز، تقدر تكتب التكست وهو هيترجمها مفيش مشكلة. وهنا التون، يعني انت عايز طريقة طبيعية، عايزها للأطفال، عايزها بيزنس، عايزها أكاديميك، زي ما انت عايز. هو بيروح لشات جي بي تي أو جيميناي يقول له لو سمحت صيغ لي الكلام بشكل معين يناسب عمره معين. هنا بقى انت محتاج الستايل كرتون ولا 3D ولا أنمي ولا بنتنج، فأنا قلت له أنا عايزها فوتو وأقول له جنريت ونبدأ نشوف الفيديو وهو بتعمل. هو الموضوع ما بيخش ثواني ويبدا بقى يديك كل لقطه او كل شوت لوحده مع الصوره مع التكست اللي موجود، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. فعمل لي الفيديو بالشكل دوت رغم ان انا مديله التايتل بالانجليزي، لكن عمل اللي انا متوقعه وخلاه بالعربي وكتب لي كل السيناريوهات الموجوده. تمام، طبعا ما اقدرش اقول له طلع الفيديو على طول، ليه؟ لان ممكن يكون في كلام غلط انا بتحمل، فلازم اقرا ولو في كلمه ما عجبتنيش اقدر ان انا اعدلها. تمام، طيب في زرار لسه ما اتفعلش لغايه دلوقتي لكن ان شاء الله يتفعل قريب، كنت متوقع اصلا قبل ما ينزل، اللي هو انيميت اول، ان انا ادوس عليه يعمل لي فيديو لكل صوره فيهم، لكن حتى الان لازم تتعمل مانوال وكل واحده فيهم بيخصم لك 20 نقطه. تمام، لازم برضو تتاكد من الكلام دوت، لازم لما يعمل الصوره وحوالى الفيديو تتاكد منها، لان هيبقى شكلها وحش قوي لما تلاقي واحد مثلا راسه بتطول او ايديه بتتحرك كتير قوي، يعني ساعات بتحصل غلطات رهيبه. ماشي، فده ان شاء الله فيديو هنزله على القناه، وها ان شاء الله نعمل شويه فيديوهات كده ظريفه وسهل. ان قلت اعمل معاكم الفيديو، انت بتقعد تعمل بقى كل واحده من دول، بتدوس بس على زرار انيميت وتتفرج على الفيديو، عجبك بتروح اللي بعديه، ما عجبكش تعمل ممكن تقول له ريجنريت يعمل لك فيديو تاني، ممكن تقول له انيميت يبدا يعمل لك حركه تانية وتبدا تشوف. طبعا ممكن تكون انت عايز كلام لغه عربيه فصحى فتقرا وتاكد مثلا ان مفيش حاجه بالعاميه، او انت عايزها بالعاميه زي ما تحب، تقدر ان انت تصيغ الكلام لحد ما توصل للفيديو اللي انت تبقى راضي عنه، لانه بيطلع باسمك مش بيطلع باسم الموقع. نبدا بقى نشوف الفيديو اهو، مش عاجبك قول له انيميت تاني. تمام، هنا بقى اقدر ان انا اتحكم في ان انا ممكن عايز ازود مشهد، عايز الغي مشهد، عايز ابدا ان انا اغير الاماكن بتاعتهم، اعمل له اب وداون زي ما انا عايز، فتقدر تتحكم في ترتيب المشاهد وكل حاجه. طيب خلصت كل المشاهد وعملتهم كلهم، نخش بقى المرحله اللي بعد كده اللي هي نيكست. ده المشهد التاني. طيب بعد ما اخلص بقى المشاهد كلها اقول له نيكست. كان في مشكله زمان في الكتابه لكن اعتقد ان المشكله اتحلت. كان زمان لما بتكتب انجليزي بيكتب بشكل كويس، لما بتكتب عربي كان بيضرب، فانا كنت بضطر ان انا الغي السبتايتل والغي التايتل. تمام، طيب ممكن نقول له انا عايز ثواني كده تكتب لي اسم العنوان، المؤثرات، شوف انت عايز انهي مؤثرات. تمام، انا عايز صوت حد مصري،
طيب بعد كده هتقول له انا عايز اعمل فيديو. طبعا انا هرجع تاني واحول الصور لفيديوهات واخد وقت معايا ان انا اظبط الشغل، لكن عشان تشوف اللي هيطلع لك ايه. هو طلع لي سامري بحيث ان انا اقدر اخد الكلام دوت واحطه جنب الفيديو، وطلع لي هاشتاج انت طبعا تقدر تزود زي ما انت عايز، وتقدر تاخده كوبي، وتقدر بعد كده تعمل داونلود للفيديو وداونلود لصورة مصغرة عشان ترفعها مع الفيديو. فده لوحده كان موقع. فوفر لي ان انا اقعد الف على المواقع، يعني كان في استراتيجية كده، اخش على الموقع الاولاني، الموقع التاني، الموقع التالت، الرابع، وهكذا. لا خلاص الفيديو بقى موجود، اقدر ان انا اعمله داونلود واحمله بقى على اليوتيوب والانستجرام والتيك توك. خلاص الفيديو بقى موجود واقدر ان انا اشيره على كل وسائل التواصل الاجتماعي. ما اخدش مني وقت الا سواء كتابة سكريبت او ان انا اعمل صور او ان انا اعمله فيديوهات. فموقع خطير بالنسبة لي، خطير. لو عايز تبقى مهندس معماري باستخدام تقنية بيم، فيه 7 مهارات لازم تكتسبها. طبعا زي ما انت شايف حتى الان الصوت مش قوي، او العربي بتاعه واضح ان هو كمبيوتر. طب ايه الحل بتاعها؟ الحل بتاعها ان انت تحط تشكيل بقى، تمام؟ يعني تحط تشكيل، تبدأ ان انت تشكل. الميزة ان انا اقدر اعمل فيديو بالانجليزي وفيديو بالعربي وفيديو بالالماني وهكذا، وبالانجليزي بيكون ادق لان اتدرب كتير، مش لان الانجليزي اسهل او اصعب، لا بس اتدرب كتير. ففي موقع مثلا اسمه صحح لي، ده بتديله الكلام وهو يشكله لك، تمام؟ تقدر ان انت تستخدم موقع زي كده في التشكيل. بتخلص بتقول له انا عايز احمل الفيديو ده MP4 ويبقى جاهز معاك ان شاء الله.